من أسئلتها تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ: أقوم أحيانا من الليل فأصلي ما شاء من صلاة والحمد لله، وسمعت أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، والحديث معروف، ولكن يمتلكني خوف شديد وأنا أتخيل عظمة الله عز وجل، فلا أقوم من مضجعي مطلقا، بل أسبح وأستغفر وأقرأ آخر سورة البقرة خائفة وجلة، فما حقيقة ذلك الخوف علما بأنه ينقص عني بالتدريج؟ وجهوني مأجوري. هذا تثبيط من الشيطان، عليها أن تستعيذ بالله من الشيطان، أن تقوم إلى التهجد وانتهاز فرصة النزول الإلهي في ثلث الليل الآخر كما صح ذلك في الحديث، أن تكون حاضرة في هذا الوقت مع ربها سبحانه وتعالى في دعائه وسؤاله واستغفاره سبحانه وتعالى. أو جل وعلا يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، على سبحانه والمستغفرين بالأسحار، على سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا إما رزقناهم ينفقون. فعليها العزم على القيام وتصلي ما تيسر لها، وتختم ذلك بالوتر، وتشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى والاستغفار، وتسأل الله ما تريد من صلاح دينها ودنياها. نعم. ولا يعوض عن هذا بقاها نائمة وأنها تستغفر وتدعو وأنها تقرأ من القرآن، هذا لا يعوض عن قيام الليل. نعم.